الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كان في النهار سبحا طويلا بسم الله الرحمن قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن
السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن تكون من فضل الله وآخرون يضربون في وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله صدق الله.